الكتاب الثاني تفسير الطبري وكتاب الروح لابن القيم. تفسير الطبري هذا في هذا أم التفاسير، وهو الأصل في التفاسير، لأنه تفسير شامل ومستوعب للتفسير، وكل المفسرين الذين جاءوا من بعده إنما ينقلون منه أو يتمشون على ضوئه. وأما كتاب الروح لابن القيم فهذا يبحث في مسائل الروح ومتعلقاتها، وفيه من العجائب والغرائب الشيء الكثير، فيه فوائد كثيرة وفيه أمور غريبة، ولا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم الذي يميز فيأخذ ما يستفيد منه وما اشتبه عليه يتركه. نعم.